هنا أريا ديفاري. مين هذا؟ أريا ديفاري مع أخوه شون ديفاري. الله. شون ديفاري أني كمان. لحظة للتاريخ. مو متوقع أبداً. ديفاري إيش يفكر الأخوان؟ ديفاري إيش يفكر؟ هذا جنان يا جود. هذا جنان. إيش جابهم هذول هنا؟ شون ديفاري بكل فقر بكل إيش هذا اللي قاعد يصير قدامي؟ هذه عملية انتحارية يا جود. شون ديفاري. أنا فقدت كل كلماتي الصراحة بعد ما شفت هذا المنظر. الحقيقة لا توجد كلمات تصف هذا المنظر. أمر غريب جدا أن يأتي أريا ديفاري ومع أخوه شون ديفاري في المملكة العربية السعودية وبالعلم الإيراني أيضا. ليش الشباب هذول؟ ليش يعني ما لهم أي علاقة ديفاري معهم؟ الجماهير السعودية ليست سعيدة مطلقا. الجماهير السعودية ليست سعيدة بهذا المنظر. هي تستهجن وتستنكر.